حذرت كوريا الشمالية من أنها ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات جديدة عليها في مجلس الأمن الدولي. وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة قبل أسبوع، وقالت إنها اختبرت إطلاق قنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، ما أثار إدانات دولية ودعوات لمزيد من الإجراءات لإجبارها على وضع حد للأزمة الخطيرة.